الفنان احمد حاتم بيتصدر ايرادات شباك التذاكر بفيلمه الجديد عاشق. الفيلم نزل في السينما يوم 11 سبتمبر ودخل في منافسه قويه مع الافلام المعروضه في السينما. الفيلم ده رومانسي وبيشارك احمد حاتم البطوله الفنانه اسماء ابو اليزيد والفنان محمود الليثي. فيلم عاشق من تاليف محمود زهران ومن اخراج عمرو صلاح.